ايه ده بقى ده؟ انت مش شايفاني واقفه قدام المرايه ولا ايه؟ معلش من النبي يا مديحه، المحاضره الاولى بتاعتي هتنتهي الساعه 8 ونص، دلوقتي قربت على 8. عندك مرايه الصاله روحي اتزوقي منها اذا كنت عايزه. يلا لا مالك يا مديحه، مزعله اختك بوسي ليه؟ ما تسيبيها يا بنتي تلبس عشان تروح كليتها. انا مش منعاها من اللبس، بس مفيش داعي انها تزقني من قدام المرايه. كويس كده يا ماما حبيبتي، لما احط شويه بودره. كفايه كده بقى، باي باي يا ماما. قمر والنبي قمر. سعيدة يا ماما. مع السلامه يا روح قلبي. بقول ايه، ما تحطيلك شويه. مش معقوله يا ماما هحط مكياج وانا لابسه سبور، ما يليقش. صباح الخير يا بابا. صباح النور. الله. اسالها والنبي ايه اخره لبسها للجاكيتات والقمصان لفرانك؟ ما هو اختك اهي لابسه فستان هينطق عليها. والله بقى يا ماما اللي يليق عليها يمكن ما يليقش عليا، واللي يليق عليا يمكن ما يليقش عليها، كل واحد دلوقتي. لا قول لي يا باكت. ايوه. انا اتجوزتك وانا قد ايه؟ اللي فكرك دلوقتي بالموضوع ده؟ افتكر بس. اتجوزت يا ستي، احنا اتجوزنا سنة 47، يعني كان عمرك وقتها 18 سنة. 17 سنة الا شهرين وانت السادق. وبنتك دلوقتي عندها 21 سنة و3 اشهر، ومفيش ولا عريس تقدم يخطبها منك لحد دلوقتي. مديحة يا ستي، هي لسه خلصت كليتها. يعني هي فاضل لها ايه؟ مش كلها السنة دي وتاخد البكالوريوس؟ لما تبقى تفوت السنة دي كمان وتاخد شهادتها نبقى نفكر في الموضوع. يعني انت مش ناوي تتصرف؟ اتصرف في ايه بس؟ ايه الا تتصرف في ايه؟ تشوف لها حل. يعني عايزاني اعمل ايه؟ اروح ادور لها على عريس؟ الله، ما كل الناس بتعمل كده، يكون صاحبك معاك في الشغل قريبه نسيبه. الله ايه يا بهجت، امال الناس بتعرف بعضها ازاي؟ لا يا ستي اعفيني من الموضوع ده ارجوكي، عايزاني اروح ادلل على البنات في شغلي. يهو، ما هو بصراحه يا بهجت لو ما عملتش كده بنتك هتبور. مطبور يا ستي، اديني علمتها وهتبقى شهادتها في ايدها تشتغل بيها وتبقى تتجوز وقت ما تتجوز. احنا مستعجلين على ايه؟ ولما بنتك مديحة تبور هي مش هتميل بخت اختها معاها كمان. طبعا الفريق بتاعنا هو اللي هيكسب، وهي دي فيها شك. انا شخصيا مع فريقكم على طول الخط ومستعد اراهن عليه من دلوقتي. مفيش داعي للثقه دي كلها، مش تستنى ما تشوف الاول هنلعب ازاي، ده احنا محضرين لكم مفاجآت ولو. تعالي اقدم لكم اختي الصغيره صفاء، في سنه اولى كليه الاداب قسم الفرنساوي، لسه داخله جديد السنه دي. اهلا وسهلا. سميره من فريق كره السله. اهلا وسهلا. رأفت، عبد السلام، لطفي، دول بقى من المشجعين. اصل الاستاذ اعتذر عن المحاضره، قلت اجي لكم الكليه اقعد معاكم شويه. اوعى اكون ضايقتكم. كنا بنتكلم عن مباراه بكره، ممكن تشتركي معانا في الكلام. على العموم يا جماعه زي ما بقول لكم كده، فريقنا والى الابد. الميه تكدب الغطاس، بكره نشوف. هنشوف بكره نشوف. بس تعرفي يا مديحه، انا المره اللي فاتت لاحظت ان ميرفت لعبها بقى خشن بشكل مش معقول. انت لازم تلفتي نظرها لكده. يعني مثلا المره اللي فاتت تنسيش يا جوجو تقفل البوتاجاز، الاكل يتحرق. انا طالع لسناء هانم وراجع على طول. يا فاكيها بيطلعي لي قهوتي فوق. اهلا وسهلا دولة
اهلا اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. انا قلت اجي اقعد معاكي شويه بس ما عطلكيش عن شغل البيت. لا ابدا مفيش عطله ولا حاجه اتفضلي. ها ايه الاخبار؟ الحمد لله اهو احنا زي ما احنا. ازاي الاستاذ؟ كويس. شفت الصبح نازل بدري على شغل. وبناتك ازيهم؟ الحمد لله راحوا كلياتهم. لسه مفيش حاجه كده ولا كده؟ ابدا. وانتي هتفضلي قاعده ثابته كده؟ وهعمل ايه بس؟ الا تعملي ايه؟ ما هو طول ما انتي بين اربع حيطان مفيش فايده. الناس هتعرفكوا ازاي؟ هتيجي تخبط على الباب وتقول يلا عنده بنات على وش جواز. صدقتي بس هنعرف الناس ازاي ان كان على بهجت اهو زي ما انتي عارفه، من المكتب للبيت ومن البيت للمكتب. يا ستي بهجت ايه؟ بهجت ماله؟ هي الرجاله مالها ومال الحاجات دي؟ اديكي عارفه مكان المرحوم عايش، ما كانش حد بيدخل لنا بيت. زينا. لكن لما مات بقى كل الناس بقت تجينا لانه كان براوي الله يرحمه ما بيحبش حد. اهو زي بهجة. بس ايه بقى دلوقتي العرسان رايحين جايين علينا مش ملحقين. اخر عريس جه لبنتي نيفين حب يدفع 1000 جنيه مهر بس احنا مرضيناش. طب يا اختي والعرسان دول نجيبهم منين؟ ازاي؟ ايوه سالتيني منين وازاي. اسمعي يا ستي، صحيح انت ما بتخرجيش لكن ما بتركبيش ترولي باص اوتوبيس، ما بتشتريش حاجه من السوق، ما بتروحيش لدكتور السنان. وطبعا في كل حته من دول بتقابلي ناس. عايزين يا دوله يا اختي اكلم ناس غرب عمري ما عرفتهم ولا شفتهم قبل كده. ومال يعني هيجرى ايه؟ امال هي الناس بتعرف بعضها ازاي؟ تبصي حواليكي لحد ما تلاقي ست من الستات القاعدين، ست كده يكون باين عليها بنت ناس، هتبصلها هتبصلك، هتبتسملها هتبتسملك، وهوب تروحي داخله معاها في الكلام. حشو ولا خلع؟ لا والله انا ناوي اعمل غطا بلاتين. ويا ترى هيكلفك كتير؟ لا مش مهم التكاليف، المهم ان اعرف اكل عليه. اهو الواحد بقى بيخاف من التكاليف عشان الغلا، خصوصا اللي عندهم بنات على سن جواز. وانت عارفه البنات في السن ده بقى بتبقى مصاريفهم كتير قد ايه. وانت يا حبيبتي ولادك صبيان ولا بنات؟ والله انا عندي ولد واحد بيشتغل مهندس مباني وعمارات.